أنا ابن مصر اللي ارتويت من نيل بلادي، أنا اللي وقت الشدة بجري قبل ما هي تنادي، أنا اللي عندي طموح ولو مجروح ما أقدرش أكشر يوم في وشك، أنا بقى إيه أو حتى مين، ده أنا طول حياتي عشتها في ظلك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة نارية من برنامج صوت البلد. النهاردة بعد أن فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل جموع الحب لكل المصريين، اهتم بكل البلدان التي يجب أن تكون مثلما يكون الشعب المصري في تكامل وتكاتف. نروح في صوت البلد النهاردة نشوف أول تقرير من رئيس الجمهورية، حيث أنه ينادي على المحافظة والعمل على تلك البلدان والمحافظات والقرى. تعالوا نشوف التقرير الأول مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الفاصل نلتقي. الموازي شارع الهرم منصورية. اه شارع فيصل. واحنا كنا قلنا المنصورية كمان يا إيهاب. اللي هي فنم؟ منصورية. اه ما هو المنصورية عفوا. طيب. المروطية المنصورية. طيب ماشي. احنا منفذين فيها فنم معدلات عالية، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي زي ما يعني احنا يعني بننفذ وعرضنا على سيادتك النهارده، احنا بننفذ المشاريع بتاعتنا وبنعمل لها متابعه، بنصورها ونيجي نشوف ايه الاخطاء ونقعد مع الشركات، وان شاء الله هنعرض على سيادتك الاسبوع الجاي الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات دي. انا كنت عايزك بس يا ايهاب تذكر لل يعني للحضور وال وحتى للمصريين. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وإمامنا الخط الذي يضيء للعالم الإسلامي منهج الإسلام الصحيح شيخ الأزهر والدكتور أحمد الطيب والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان يرسل برسالة لكل المصريين. تعالوا نشوف في هذا التقرير ثم نعود إلى صوت البلد. السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. وإن وفي هذه الساعات الأولى من هذا الشهر الكريم لنسأل المولى سبحانه العفو والعافية مما أصاب البلاد والعباد، ونسأله اللطف بما نزل بنا وبغيرنا من البأساء والضراء، اللهم آمين. وأذكر نفسي وأذكركم أيها السادة المشاهدون بما نعلمه جميعا من نداء الله تعالى للمؤمنين في الآية الكريمة التي يحفظها الجميع، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. أذكركم ببعض ما تتضمنه الآية من إشارات لا ينبغي أبدا أن نغفل عن مراميها ولا عن دلالتها في نداء المؤمنين لإحياء هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. هذه الآية تنادي المؤمنين بألا يستوحشوا من رمضان وألا يستقبلوه بصدر ضيق، فالذين آمنوا لم ينفردوا وحدهم من بين سائر الأمم بهذه الفريضة. وليس هذا التكليف، أعني التكليف بالصيام، ليس هذا التكليف قاصرا عليهم دون غيرهم، فقد كتبه الله على الأمم السابقة، وإن كان لم يبين لنا كيفية ما كتبه من صيامهم. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير بحلول شهر رمضان المعظم،
أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن الخير والبركات. بنحيي أهلنا في أسوان وفي جمهورية مصر العربية تحية كبيرة، وبنتمنى برضو في هذه الأيام أن احنا ربنا يكرمنا ونتخلص من الغمة اللي ألمت بنا، غمة فيروس كورونا يعني والإجراءات الاحترازية اللي طبقت بفضل طبعا توجيهات وتدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية اللي احنا برضو في جامعة أسوان طبقناها تطبيقهم كبير، وكان لها أثر كبير في ان احنا يعني نتجاوز الى حد ما التأثيرات الضارة لانتشار هذا المرض اللعين اللي ألم بالعالم كله. فبنتمنى السلامة والأمن لينا ولأهلنا ولولادنا ولله. تحية شكر وإجلال إلى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الذي يعمل لصالح الدين الإسلامي في منهجه الصحيح الوسطي، وتحية شكر إلى بطل من أبطال الجنوب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي يعمل لصالح المجتمع المصري. شكرا وتحية إقراء تقدير وإجلال لهذين البطلين. مشاهدين الكرام، شفنا في التقرير الأول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح أهل المنصورية، والنهاردة هيبقى معنا ضيوف من أهل قرية المنصورية. معنا الأستاذ محمد أبو شريدة من أهالي قرية المنصورية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك السيد. معنا الأستاذة نسمة النمر. أهلا بك يا سلام. أهلا بك يا فندم. معنا الأستاذ محمد عبد المنعم أبو سالم من أهالي قرية المنصورية. سريعا نأخذكم، ما هي مشاكل هذه القرية التي تمر على أحداث مدينتنا مدينة الجيزة، وما هي السلبيات وما هي الإيجابيات، وهل هنالك اهتمام من الدولة بهذه القرية التي يسكن فيها أكثر أهالي قرى الجيزة؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. ما الذي يدور خلف جدران قرية المنصورية؟ نبدأ بالمستشفى أم بالمأب بالنقطة؟ تفضل. والله اللي بيدور خلف جدران المنصورية، الأول السلام عليكم، وتكملة للحلقة السابقة أنا بشكر طبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكره للمنصورية، وإن المنصورية وأهل المنصورية في باله، وبتمنى من الله عز وجل أن يزيح عن الأمة الإسلامية والشعب المصري هذه الغمة اللي هي وباء كورونا، وبدعو الله أن يشيلها ويزيحها في القريب العاجل إن شاء الله. أستاذة، ما هي مشاكل هذه القرى التي تمر في مجتمعنا المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر القائد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكر أطباء مصر على أزمة كورونا، وبشكر شباب قرية ذات الكون قريتي لتعقيمهم شوارع القرية بجهودهم الذاتية. صراحة المشاكل في الصحة وفي الأمن والأمان. أكيد يا فندم. الأمن النقطة والأمان في الطريق. أكيد يا فندم. أستاذ محمد، ما الذي يدور خلف جدران هذه القرية الصغيرة التي تضم عدد سكان أكبر؟ جل الإله في وصفها في القرآن أن ادخلوها بسلام. أولا تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشاكل قرية المنصورية، وهي من نقطة من مستشفى لنقطة لسجل مدني. اليوم هنتكلم في الحلول القطعية، ولكن لا يتم أي حل يا سيد في الحلول ديك، لازم تتغير الوجهة عن المنصورية، صورة المنصورية لازم تتغير، وهي كالآتي: لا يتم ذلك إلا بعد إزالة الغبار والركام عن صورة المنصورية المتعلقة بالجهات الأمنية. دي رقم واحد، إن المنصورية فيها عناصر إخوانية، ده بسبب حريق المنصورية، نقطة شرطة المنصورية في 2011 ثورة يناير. دلوقتي حضرتك نقطة شرطة المنصورية ما من ضمن الأقسام والمراكز اللي اتحرقت، من ضمن الأقسام اللي اتحرقت على جميع المحافظات كلها، فالمنصورية مش لوحدها النقطة بتاعتها اتحرقت. فبالتالي بالنسبة لحضرتك، وذلك في حركة نقطة شرطة المنصورية من ضمن الأقسام والمراكز والمحافظات في أثناء ثورة يناير، رغم أنه يوجد بعض عناصر قليلة من المجتمع
عناصر إخوانية، فبالتالي المجتمع لفظهم والتف حول قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتأكيد مش بالكلام، أولا في انتخابات 2000 في انتخابات الرئاسية أكبر بلد طلعت هي المنصورية، وكذلك في انتخابات الدستور. طب نستأذن حضرتك أستاذ محمد، عندنا مداخلة سريعة من قرية المنصورية. ألو. ألو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام والرحمة والبركات، تفضل يا فندم. بحضرتك محمود حسني يا فندم، من أبناء من شباب قرية المنصورية. أهلا وسهلا حضرتك. بس إحنا عندنا أولا بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان الكريم، وضيوف الكرام الأستاذ محمد أبو شرادة اللي هو فرد من أبناء قرية المنصورية، والأستاذ محمد عبد الهادي. تمام، احنا عندنا مشاكل في المنصورية كثيرة، وهي ثلاث مشاكل أو ثلاث قواضي بنتكلم عنها في قرية المنصورية. عندنا نقطة شرطة المنصورية من بعد ما اتحرقت مفيش أمن ولا أمان في قرية المنصورية. تمام، تاني حاجة احنا من محافظة الداخل المستشفى عندنا في قرية المنصورية معطلة، ويعني عملنا إعادة بناء لقرية المستشفى ومشتغلتش عندنا. طب انا لي توجه سؤال استاذ محمود، وانت تمام. تناقش هذه القضيه تمام، يعني هل ما فيش دوريات بتعدي في قريه المنصوريه؟ وانا اعتقد انه عدد سكانها 200,000 نسمه، يعني ما فيش دوريات على شرطه، ما فيش افتاء. هل هنالك غفله من الجهات الامنيه بالنسبه لقريه المنصوريه، ولا في موجوده احتياطيات وشرطه عامله بدورها برضه اسم شرطه المناشي قايمين بدورهم؟ بس في حاجه، الشرطه ذات نفسها انت بتتكلم بتقول قريه عدد 1000 نسمه، فلازم يكون الشرطه موجوده. النهارده حصل عندي مشكله في القريه، عمال ما اروح في مشكله، عمال ما الحكومه تتدخل او تجيني. احنا نعلم استاذ محمود، معلش، نعلم ان 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 الداخليه وما يقوم به وزير الداخليه من جهد لحماية البلاد وحماية الأفراد الشخصية، يعني احنا بنشوفها على مدار ال 24 ساعة، الشرطة في خدمة الجميع والداخلية في خدمة الجميع، فمش معقولة بالشكل اللي هو. وهل ولا انتوا بتطالبوا بوجود نقطة؟ ايوه معاك استاذ محمود. احنا كشباب المنصورية بنطالب بعودة نقطة شرطة المنصورية لعدد الأمن والأمان في البلد وعدد بناء المستشفى. احنا عندنا عدد كبير من محدود الدخل. النهارده راح اشوف عند الدكتور خد كشف 100 جنيه او 200 جنيه او اخرج بيه بره قريه المنصوريه. طب توفر لي الكلام ده في قريتي، وعندي مكان، وعندي مكان المستشفى، وعندي مكان النقطه. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. تمام، وعندنا مشكله ثالثه اللي هو السجل المدني بتاع قريه المنصوريه. اكيد يا فندم، السجل المدني. تمام يا فندم، شكرا. شكرا. ما هي الحلول في المستشفى استاذ محمد وانت من اهالي قريه المنصوريه؟ والله بالنسبه للحلول في المستشفى، انت شايف المستشفى ايه وشايف الدنيا ايه؟ وهل هنالك يعني رجال اعمال يتبرعوا لبناء المستشفى او مساعده الدوله، او ايه الحل؟ ما هو الحل؟ والله كانت بالنسبه لموضوع المستشفى في عام 2012 ادرجت في الخطه الخمسيه ضمن الخطه الخمسيه 2012 2017 باعتماد مالي قدره 5 مليون مباني و500 ألف جنيه آلات ومعدات، وذلك في السنة الأولى من الخطة 2012-2013. طب أنا حسيت ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه. أنا حسيت إن حضرتك فريق الإعداد ممكن يجهزنا شكل المستشفى في التقرير الصغير الثالث. اتفضل يا فندم. ولم يتم الشغل في المستشفى لغاية دلوقتي، بل من الطمة الكبرى اني طبعا انا مستشفى واخد قرار مستشفى مركزي به، لا يجوز تحويل المسمى من اعلى لادنى قانونا، بل يجوز تحويله من ادنى لاعلى. فوجئت ان هم يقوم بيعلقوا في المنصوريه مركز الصحه الاوليه بالمنصوريه، يعني مستشفى مركزي به نزل لي مركز صحه اوليه. طبعا ده حاجه ما ترضيش ربنا ولا ترضي الناس في اهل القريه، لان احنا فعلا عدد سكاننا فوق ال 200,000 معانا احنا نسمة. المشاهدين الكرام، ادي شكل المستشفى على الهواء. المستشفى عباره عن كتله من، يعني مش عارف اقول لكم ايه، عباره عن كتله من شايفين. وطبعا انا من هنا من منبر الحق بقول لاهل المنصوريه اللي هم اهلي،
انا عمري ما كنت ضد حد، لان في بعض القله في المنصوريه بيقولوا انا ضد تشغيل المستشفى، وده طبعا غير صحيح. انا هنا موجود عشان موضوع تشغيل المستشفى وتشغيل نقطه شرطه المنصوريه وتشغيل السجل المدني، وفي حاجه فايته الناس جميعا تخص شباب المنصوريه اللي هو مركز شباب المنصوريه اللي هو موجود ومهدر، وعندي المكان موجود بس للاسف مفيش حد بيوصله بنظره خالص. شكرا استاذ محمد. استاذه شايف الحل من وجهه نظرك ايه لقرى او حل لمشاكل القرى التي تحيط بقريه المنصوريه؟ صراحة انا مش شايفه يعني ايه الجهود الذاتيه لوحدها مش كفايه، المفروض اعضاء مجلس النواب لهم دور في حاجه زي كده. احنا بننتخبهم ليه؟ عشان خاطر يستكملوا اي حاجه ناقصه. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. طب استاذ محمد، هل اعضاء مجلس الشعب يقومون بالواجب الذي عليهم نحو اتجاه قرى المنصوريه او قريه المنصوريه عموما؟ اولا حضرتك انا هتكلم في نقطه بسيطه، ان الحل احنا بندور في حلقه مفرغه. الحل العلمي القاطع ان كل محافظه لها ميزانيه. فسياده المحافظ انا بوجه له دلوقتي النداء، وريت يدخل معانا نائب المحافظ دلوقتي، اوجه له السؤال ان كل محافظه لها ميزانيه، فتكون المنصورية أولوياته في نقطة شرطة، في مستشفى، في سجل مدني. غير كده يا أستاذ سيد بالجهود الذاتية، أولا سيادة الرئيس عبد الفتاح عزيز النهاردة عامل 500 جنيه اللي هي المبادرة اللي عاملها للعمالة المؤقتة، فأنا مش هاجي على العمل المؤقت ده النهاردة اللي بياخد 500 جنيه وأقول له اتبرع. في النهاردة صحيح النهاردة معانا ناس متبرعين، ده ما أنا عندي أرض أبلاك دولة النهاردة يا أستاذ سيد، في ناس حاطة إيديها عليها. أكيد يا فندم. تبع المحافظة. أكيد يا فندم، نروح لنشوف المداخلة دي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والبركات، أهلاً وسهلاً. تعرف عليك يا فندم. أهلاً وسهلاً بحضرتك. معك أنا أبو كعب محامي من المنصورية. أهلاً، أهلاً وسهلاً. أستاذنا، تفضل يا أستاذنا. عامل إيه يا فندم؟ كل سنة وأنتم طيبين جميعاً. أنت طيب يا فندم. بحيي سعادتك وبحيي ضيوفك الكرام والأستاذ محمد عبد المنعم والأستاذة نسمة والأستاذ محمد أبو شرادة. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه الشهر الكريم. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات ان شاء الله، وعلى الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. اتفضل. استاذنا، هي المنصوريه بتعاني من بعض المشاكل للاسف مهمشه ومهمله بقالها فتره من الزمن، مش قليله يعني، مش بقالها سنه او سنتين، لا ممكن يكون بقالنا موضوع المستشفى ده حضرتك دخل يمكن في 15 سنه. بتيجي مستشفى بيبنوها وبعد كده يرجعوا يقول لك غير مطابقه للمواصفات ويرجعوا يهزلوها تاني ويهدوها تاني، وهي بالمنظر اللي حضرتك شفتها عليه الاخير ده. واحنا حتى عندنا في ناس افاضل زي الاستاذ محمد ابو شراده وزي الاستاذ محمد عبد المنعم جنب حضرتك، ناس افاضل، وممكن ان احنا حتى نمد ايدينا للدوله انها تساعد انها تقوم بالمنشات دي. المنشات دي حيويه وضروريه. المنصوريه حضرتك تعدادها فوق ال 100,000 نسمه، وما بتخدمش اهالي المنصوريه بس، لا ده في عزب وقرى حواليها فوق ممكن من العشر تجمعات، زي المنشيه وبرقاش وعزبه عبد الصمد وزيت القوم، يعني بلاد ثانيه كتير ما بتقتصرش الخدمات اللي بتقدمها على المنصوريه بس. المستشفى حضرتك بقى لها مده كبيره من الزمن عطلانه مش شغاله، حتى احنا عندنا ناس برضو افاضل ممكن ان هم يقدموا يد العون للدوله، بس ان احنا نلاقي ان في فعلا تحرك بيتم على الارض، وان احنا نمد ايدينا للدوله حتى لو بالجهود الذاتيه. يعني انا حتى واحد من الناس عرضت قبل كده على القيادات الداخليه عندنا ان احنا حتى نقطه المنشوره المنصوريه ان احنا نبنيها حتى على حساب. تخيل حضرتك ان احنا من 2011 الى الان ما فيش نقطه شرطه منصوريه عندنا. بس استاذ هاني، انا اعلم ان المنصوريه وتضم اغلب رجال الدوله، يعني انا اعرف ان المنصوريه دي عدد كبير من رجال الاعمال موجودين طبعا فيها، وعدد طبعا كبير من فنانين مصر موجودين فيها طبعا، وعدد كبير من انا يعني وزير الصحه الاسبق كان من المنصوريه طبعا طبعا. يعني لماذا لا يكون تكاتف مجتمعي حول كلمه واحده؟ لان هنبني المستشفى بالجهود الذاتيه، هنبني، لان الدوله النهارده بتعمل طفره غريبه وشديده، والرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي بتعمير هذه الاماكن. لسه احنا شفنا في التقرير الاول انه الرئيس كان بينادي بتعمير المنصوريه ووضعها على خريطه مصر بشكل جديد. مظبوط 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 يا فندم.
اتفضل حضرتك. احنا حضرتك فضلك الله معالي الباشا. احنا حضرتك يا فندم، احنا المنصوريه عندها كل قطاعاتها عندها استعداد لانها تساعد. احنا بننشد من خلال برنامجك الكريم ومن خلال ضيوفك المحترمين ان احنا الدوله عن طريق معالي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيره الصحه ان احنا عندنا استعداد لان احنا نمد ايدينا مع القيادات الشعبيه اللي موجوده في المنصوريه مع اهالي المنصوريه ان احنا فعلا نبتدي ان احنا مركز الشرطه. حضرتك نشوف ايه نقطه شرطه المنصوريه عندنا، مستعدين برضو ان احنا نمد ايدينا للقيادات الشرطيه في المنصوريه ونساعد معاهم ان احنا نعملهم، لان لا غنى فعلا للمنصوريه عن الخدمات دي. السجل المدني سعادتك والمستشفى ومركز الشباب برضو زي ما الاستاذ محمد شراده تفضل وقال، دي كلها خدمات المفروض ان أكيد المنصوريه بما ان المنصوريه تعدادها السكن الكبير وخدمه القرى اللي حواليها، احنا بندي استعدادنا بالتعاون بقى طبعا مع الاجهزه المعنيه ان احنا نحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نقوم بالحاجات دي ونمد ايدينا للدوله ان احنا نبني الحاجات دي، لان هي كده كده لا غنى عنها ولازمانا فعلا. المنصوريه حضرتك تعدادها كبير وبتخدم بلاد كتير وفيها كفاءات زي اللي قاعدين مع حضرتك واللي لسه موجودين في البلد برضه عندنا. اكيد يا احنا عايزين نناشد من خلال برنامجك المحترم والكريم ده يا فندم انك انت تناشد المسؤولين، تناشد وزيره الصحه وطبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عندنا استعداد لكده، عندنا احنا نشدنا وكان في اتصال بوزيرة الصحة، ووزارة الصحة لا تمانع في أي شيء، لكن المنصورية كقرية تحتاج إلى أن يكون هنالك عمل جماعي موحد حتى تكون قرية المنصورية قرية بكل الحب لكل الأشخاص الذين يعيشون فيها، تبقى إيد واحدة. أنا أكرر في برنامجي صوت البلد، احنا محتاجين قرية المنصورية يكون عندها وعي فكري لمساعدة الدولة في كل شيء حتى تكون قرية نموذجية وليس قرية عادية. أشكرك أستاذ هاني، ونعود إلى ضيوفنا أستاذ محمد. رسالة توصلها إلى أهالي قرية المنصورية في حل جزئي لهذه المشاكل، مشكلة النقطة، مشكلة المستشفى، مشكلة ما يدور في أجنحة هذه القرية. والله طبعا أنا بناشد أهالي القرية أو أهلي في المنصورية إن احنا نتكاتف ونكون على قلب رجل واحد، ان احنا ننهض بالبلد اللي هي المنصورية، ومفيش حد احسن من حد. بس هي المشكلة ان احنا في المنصورية في تفرقة او الناس بعيدة عن بعضها، وده طبعا بيرجع للفترة اللي هي قامت بعد ثورة 25 يناير، لانها بطبيعة ذات المنصورية بخص المنصورية كمان واهلها شعب عاطفي. المنصورية عاطفية جدا، بيتعاطفوا للدين طبعا يا فندم. فاحنا اللي حصل في المنصوريه في من غضون 2011 لغايه 30/6، معلش انا يعني بناشد المسؤولين، المنصوريه مش جماعه محظوره، المنصوريه بلد طيبه واهلها ناس طيبين، وكل الناس اللي كانت بتيجي مش من اهل المنصوريه. المنصوريه كانت مرتع ومدخل لجميع القرى اللي حواليها، بيجوا الجماعات المحظوره، كانوا بيجوا مظاهرات داخل المنصوريه. اكيد يا استاذ محمد، ولو مش كده ما كانش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه تكلم عن المنصوريه بوعي كامل ان تكون قريه المنصوريه على خريطه البناء والتجديد. استاذ محمد عبد المنعم، كلمه ورساله ترسلها الى اهالي قريه المنصوريه في عجاله. اولا بالنسبه الحمد لله قريه المنصوريه يمكن من احسن القرى اللي جنبها في تبرز دعم الخير. عندنا 2 لجان زكاه، لجنة زكاة أبو شعبان ولجنة زكاة النور. النهاردة لجنة زكاة أبو شعبان عاملة مستوصف من أكبر المستوصفات، وحدة حضانات كبيرة بسم الله ما شاء الله عليها، دي اللي نفع المنصورية حاليا. وكذلك لجنة زكاة النور نفس الحكاية، بنية مستشفى بسم الله ما شاء الله عليها، ومسجد بسم الله ما شاء الله عليه، وبرضو نفس الحكاية مستوصف كبير. فعندنا المنصورية متلحمة مش متفرقة، متلحمة فضل ونعمة من عند ربنا بالجهود الذاتية 90%. فدلوقتي في نقطة حضرتك يا السيد، الجهات الأمنية أنا سمعت إن هي رافضة النقطة. طب مكان النقطة ده استراتيجي، ما يتعمل لي فيه مبنى مجمع خدمات النهاردة، يتعمل فيه شهر عقاري، سجل مدني والحاجات دي، ونشوف بره على مدخل البلد أرض موجودة برضو تبع أملاك الدولة موجودة، والجهود الذاتية ماشي إن احنا نتبرع فيها وكلام من ده. دي تتبني نقطة شرطة، وأنا أأمل وعندي امل من الله ان شاء الله ان المنصوريه تبقى مدينه في يوم من الايام ان شاء الله. اكيد يا فندم. رساله استاذه تضعيها استاذه نسمه النمر، تضعيها في ختام حلقتنا الى اهالي وقرى
قرية المنصورية. بتمنى لهم يكون اليد واحدة عشان يحققوا الحلم الكبير بتاعهم. أكيد يا فندم أكيد. مشاهدينا الكرام، مناشدة خاصة إلى رئاسة الجمهورية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كاملا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموقرة بقرية المنصورية، لأنها قرية تحتاج إلى مستشفى، إلى نقطة، إلى مركز شرطة متكامل، مجمع متكامل، ومركز شباب، ومكتب بريد، ومحتاجة إن احنا نهتم بها. مشاهدينا الكرام، رغم المآسي، رغم حب الكراسي، لسه يا مصر فيك أصيل مش ناسي، خيرك يا مصر ما تخافيش، حنحمي أرضك وبدمنا حنحمي أرضك وسيري وردة كل عصر. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا تكملة لهذه الحلقة حول ما الذي يدور خلف جدران المنصورية. غدا سنكمل هذا الحوار، وسيكون معنا إن شاء الله الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية الشيخ عثمان الناظر، حتى تكون بقية الحلقة في حب آل بيت رسول الله، ونحن نعيش هذه الأيام الروحانية من شهر رمضان الكريم. كنتم مع صوت البلد، صوت حق لكل من أراد الحق، مع سيد فضيل.